يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من سب صحابيا واحدا فقط يكون بذلك رافضيا أو لا بد من سبهم جميعا؟ الرافضة لهم معتقد ولهم، لكن من سب صحابيا أو تنقصه يكون عاصيا وآثما ولا يكون رافضيا، إلا إذا كان هذا مبدأ عنده عند الروافض، هذا مبدأ عندهم، سب الصحابة وبغضهم مبدأ عندهم. أما بعض أهل السنة قد يحصل منه شيء في بعض الصحابة، هذا معصية لا يعتبر من الرفض. نعم.